النبيه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أجمعين. وبعد، وقفنا عند ذكر الوجه الثاني، وأما الثاني من أوجه الاحتجاج لصحة القول بالتقليد. خلاص، ده الآن بيتكلم على الوجه الثاني أو عن إبطال الوجه الثاني، كما أنه تعرض للوجه الأول في صفحة كام؟ صفحة 46، عندما قال: واحتج بعضهم ممن يميل إلى صحة القول بالتقليد، بل ويرى رجحانه على درجة الاجتهاد والنظر في علم التوحيد. يعني في البعض قال بأن التقليد أو إيمان المقلد صحيح، بل البعض بالغ وقال إنه مش صحيح فقط. ده أرجح من إيه؟ من درجة الاجتهاد والنظر. احتج بأوجه، الأول قال إنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرض ولا العالم حادث ولا الأدلة اللي انتوا بتقولوها دي خالص، ولا الإمكان العام ولا الإمكان الخاص ولا السلب ولا الإيجاب. وتكلم عن إيه؟ عن هذا الوجه وعن إيه؟ بيان فساده. والآن يذكر لنا الوجه الثاني، وهو ما يدندن حوله السلفية المعاصرون الجاهلون. يقولون إيه؟ إنه الإمام الأشعري في الآخر رجع عن العقيدة الأشعرية، والجوين رجع، والغزالي رجع، والشعراوي رجع، والشعراني رجع، والنووي رجع، كله في الآخر إيه؟ ما يرجع إلى الإيه؟ إلى التجسيم والتشبيه، هكذا يقولون. فيقول: أما الثاني وهو ما حكاه عن بعض السلف من قوله عليكم بدين العجائز، يعني يقول لك بلاش النظر والبحث والتوحيد والأدلة الكلامية والفلسفية والرد على الشبه، خليك إيه؟ على إيه؟ على دين العجائز، يعني اللي هم من غير ايه؟ ذوي النظر العقلي، فلا دليل فيه ايضا على صحة التقليد. يعني هذا الاثر، بل البعض زعم انه ده حديث، انه عليكم بايه؟ بدين العجائز، فلا دليل فيه ايضا على صحة التقليد، لان في صوت ورانا هنا شيخ احمد داري. ها؟ لا بروح، لا واحد يلف كلهم كده هنا ادخله كله في درس. ما هو الوجه الثاني؟ الاثار. شوف يا ابن برضه بس بزين. الاثار الواردة عن بعض السلف من قوله عليكم بإيه؟ بدين العجائز. فيقول الشيخ السنوسي: فلا دليل فيه أيضا على صحة التقليد. يعني إيه هذا الأثر؟ ما فيهوش دليل على إيه؟ على صحة إيمان المقلد، لأن مراد هذا القائل الأمر بالتمسك بما اجتمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين حتى وصل علمه إلى من ليس أهلا للنظر كالعجائز والصبيان في الكتاب والأعراب أهل البدر. هذا هو المراد الصحيح، أو هذا هو المعنى الصحيح لهذه المقولة. وليس المراد بها عليكم بدين العجائز يعني ترك النظر وترك الايه؟ التفكر والحث على التقليد،
وإنما المراد أن نتمسك بما صار مجمعا عليه بين السلف الصالح من الصحابة والتابعين حتى انتشر وأصبح معلوما للناس كلهم بما فيهم العجائز والصبيان في الكتاب. هذا هو المراد. فاكرين زمان لما امرأة كان عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء من المعتزلة كان يقرر المنزلة بين المنزلتين، يعني في مؤمن وفي كافر وفي فقالت له امرأة سمعته، امرأة من العجائز، قالت له إن الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر المنزلة بين المنزلة، فهذا الذي تقول لم يخلقه الله بعد، فالخلق فيهم كافر وفيهم مؤمن، إنما اللي هو بين ده لسه لم يخلق لأنه لم يذكر في الآية. فلو كان فعلا في منزلة بين المنزلتين لذكر، لقال تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فسمعها سفيان الثوري فقال عليكم بدين العجاز. هذه الكلمة من كلام سفيان وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد أو المعنى الصحيح لهذه المقولة، وليس ما يردده الأغبياء بأننا نترك كتب الغزالي وكتب الجويني والإسفرايني وكتب الجوهرة وكتب السنوسية ثم نتبع هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. عرفنا المراد الصحيح بالعبارة. وترك يقول لك يعني هذا هو المراد، المراد هو التمسك بما أجمع عليه السلف الصالح حتى يوصل علمه إلى العجائز وإلى الأعراب. وأيضا المراد ترك ما أحدثه المبتدعة من القدرية والمرجئة والجبرية والروافض وغيرهم ممن لا وجود له في أعصار السلف الصالح خاصهم وعامهم. فهذه التيارات أو هذه الفرق اللي هي القدرية بأنواعها وأشكالها وأصنافها والمرجئة والجبرية والروافض طبعا والخوارج هم الأجداد الموجودين الآن وغيرهم ممن لا وجود له في لم يكن في عصر السلف وهابية ولم يكن في عصر السلف سلفية ولم يكن في عصر السلف وهابية ولا تيمية ولا عثيمينية، كل هذا من البدع. خلاص كده يرجع يقول لك لم يكن في عصر السلف أشعرية مثلا، يقول لا أبو الحسن ده سنة كام ده في آخر القرن الثالث، وبعدين هو واخد الاعتقاد منين من أساتذته من شيوخ السلف، وأبو الحسن الأشعري لم يؤسس مذهبا أو لم يبتدع مذهبا في الاعتقاد، وإنما هو مناصر ينصر آراء السلف ويقيم الحجج والأدلة العقلية والنقلية عليها وليس مبتدعا. يبقى المراد هؤلاء وترك ما أحدثه من المبتدع من القدرية والمرجئة والجبرية والروافض وغيرهم يعني السلفية يعني الخوارج ممن لا وجود له في أعصار السلف، يعني لم يكن في عصر السلف شيعة بالمعنى الموجود ده، ولم يكن في يعني فيهم مرجع يعني اللي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ولذلك لم يكن هناك حاجة اسمها شيعة. خلاص مرة كان واحد من
البغلاني تقريبا راح يعمل مناظرة مع الشيخ، وهو دخل هم اللي دعوه، وبعدين لما شافوه داخل عليهم من بعيد واحد راح قال لي قد دخل عليكم الشيطان. هم طبعا يعتقدون في أئمتنا الكبار انهم شياطين، فسمعها يعني شوف كده او يعني اسمعها الله لك. فلما دخل عليهم قرأ قول الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وبعدين راح ودخل إيه وهو يحمل إيه حذاء، قالوا كيف تحمل حذاءك أتخاف عليه من السرقة؟ قال نعم، لقد بلغني أن الشيعة في عهد رسول الله كانوا يسرقون الأحذية. قالوا له لم يكن في عهد رسول الله الشيعة. قال فمن أين أخذتم دينكم؟ وانقطعت لي النظر. شوف الذكاء العجيب. وذكر أمثلة ذلك على الاستيفاء يطول. خلاص كده أمثلة ذلك يعني ها يرجع إيه كلمة أمثلة ذلك؟ الأدلة على ما أحدثه. مش معاك كتاب يعني بيقول لك اترك ما أحدثته المبتدع. طب زي ايه؟ قال لك لو حبينا نذكر أمثلة على بدعهم ها على وذكر أمثلة ذلك على الاستفاء لو حبينا نستوفيها ونجمعها يطول، يعني هيفضل ايه الموضوع طويل. ولنذكر البعض يعني مش هيذكر لك الأمثلة كلها على وجه الاستيفاء، ولكن هيذكر لك البعض ليتبين به المراد. فمن ذلك ما أحدث. طبعا قبل أن نتكلم على ما أحدثوا وبتكلم على إيه كبار الفرق ذكر إيه يعني لماذا خص، هل هي هذه الفرق فقط ولا في غيرها؟ آه بس دي ايه الكبار اللي هم رؤوس المبتدعة دول، يعني دول ايه الكبار كبار الفرق اللي هو او هي دي الاساس اللي هو ما عداها انشق، زي مثلا التيارات المتطرفة المعاصرة والتنظيمات دي انبثقت عن ايه عن التكفير والهجرة او عن مدرسة معينة ثم تنوعت وايه وتشعبت. يبقى القدرية وذكر منها عندنا قدرية والمرجئة والجبرية والروافض، هؤلاء هم رؤوس المبتدعة. ذكر ابن حزم عنده كتاب عظيم اسمه الفصل او الفصل بيقولوا كده في الملل والأهواء والنحل، بيقول ايه بيقول انه فرق المقرين بالإسلام خمسة. المقرين يعني الفرق اللي بتنتسب، أبو الحسن اللي عمل كتاب الأشعر قال مقالات الإسلام يعني المنتسبين للإسلام، ولم يسمى الكتاب شوف مع الذكاء لم يسميه مقالات المسلمين بل الإسلاميين المنتسبين. لما لو قال المسلمين حيقول إن هذه مقولات إسلامية إنما هي منسوبة إلى الإسلام وليست منه. ولذلك الأغبياء في الزمن ده يقول لك إيه الداعية الإسلامي مش المسلم، فهو مش مسلم ده منتسب إلى الإسلام، فأصبح وصف الإسلام ده أصلا في الأصل مش محمدة ده ذم له. فالأشعر ذكرهم ليذمهم وليحذر منهم مقالات الإسلاميين ولم يقل المسلمين. يجي راح يعمل لك الداعي الإسلامي الكبير هذيك طلعت ذلك بما أشرك نقول بما كسبت أيديكم هذيك وقعت نفسكم يعني يعني يقول لك أول ما يقول تسمع واحد يقول لك إيه الفكر الإسلامي، لا يا عم ده فكر المسلمين مش الفكر مش منسوب للإسلام، فكرك أنت كمجتهد. برؤوس المبتدع دول ذلك ابن حزم يقول فرق المقرين بالإسلام خمسة،
أهل السنة ثم المعتزلة ومنهم القدرية ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية ثم الرافضة ومنهم الشيعة ثم الخوارج ومنهم الأزارقة ثم افترقوا فرقا كثيرة. قال بعد كده ايه العملية فتحت على البحر. فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع. وأما في الاعتقاد ففي نزر يسير، وأما الباقون ففي مقالاتهم، الباقون يعني هم من غير أهل السنة، ففي مقالاتهم ما يخالفه أهل السنة الخلاف البعيد والقريب. يعني أحيانا نشوف مدى أقوالهم هل هي قريبة ولا بعيدة، أحيانا يكون يعني قريبة يعني مفيش خلاف يعني يسير كده مش خطير يعني. أحيانا نبقى الخلاف إيه قوي وشاسع وإيه وبعيد. ده كلام مين ده؟ كلام ابن حزم. يبقى التفرق ده أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ستفترق إيه؟ أو افترقت اليهود على 71 والنصارى 2. وطبعا الفهم الصحيح طبعا وقع حتى كبار المشايخ جعلوا هذه الفرق كلها الايه 73 في أمة الايه الإجابة. وذلك في ناس بيجي محتار ساعات يحاول يكمل العدد ما يلقاش فيقسم الفرقة إلى فرق عشان يوصلها إلى العدد الايه المذكور. لأنه مثلا في تاريخ الإسلام هذه الفرق الجهمية المعتزلة المرجئة الشيعة الخوارج، لما تجي تعدد الأزارقة تلقاهم خوارج، تعدد مثلا في الجعفرية مش عارف فرقة ايه في الشيعة هتلقى فيها 24 فرقة كله داخل تحت ايه الهم الشيعة، أو يعني معناها هتجد الفرق الكبيرة لا تزيد على ايه مش هتوصل 10 هتوصل يعني. فالتقسيم الان لو انت فهمت في حاجة في الحديث يعني احنا كنا ماشيين مع بعضينا بالترتيب مثلا يعني لو جبنا مثلا الحديث ده اولا العلماء ايه يعني في الجامع الكبير رمز له بالصحة يعني حديث ايه صحيح لكن من غير الزيادة من غير ايه كلها في النار الا هالك. حتى ابن حزم بيقول هذه الزيادة موضوعة وقال إنها زيادة فاسدة من دسيس الملاحدة، لأن الفرق طالما كلها مقرة بالإسلام تبقى كيف كلها في النار. وبل في رواية في جامع أو مسند ابن النجار وذكرها العجلوني كلها في الجنة إلا واحد عكس الرواية، يعني في أكثر من 18 رواية. ففي اضطراب شديد حول إيه المتن وحول إيه السند. السند أولا الحديث ده مش مذكور لا في البخاري ولا في مسلم، ده مذكور في السنن في أبو داود وابن ماجه ومع أن الإمام البخاري شديد الحرص أن يروي ولو حديث واحد على شرطه في باب الفتنة، وده في موضوع مهم وخطير. فالبخاري لم يرويه ولا مسلم، ومداره على واحد اسمه إيه محمد بن علقمة بن وقاص الليثي، وهذا الرجل يقول فيه المحدثون ده رجل صدوق له أوهام، والصدق وحده في رواية الحديث لا يكفي، فكيف إذا كان عنده إيه أوهام؟ ده بالنسبة لإيه للمتن والسند. وهذا الرجل إيه لم يروي له إيه مسلم إلا إيه لم يروي له منفردا إلا إذا تابعه إيه غيره. إنه معناه في إشكالية في الإيه في السند. وبعدين لما نجي للمتن، أولا التاريخ العدد ده في الأمتين غير معروف، يعني فرق اليهودية هات اليهود أنفسهم قلوا هات الفرق اللي عندكم من أيام من بعد موسى لم ترى إلى حد مش حيصل إلى العدد ده، ولا في الإيه في الملة الإيه النصرانية. بعدين البعض راح قال إيه ده العدد لا مفهوم له، زي أنت استغفر لهم 70 مرة كيف لا مفهوم له إذا كان مرتب 71 72 73 كان كله بيجي 70 مثلا لو كان لا مفهوم له مش كده، انما كونه بجد هي في حاجه انقدحت في ذهني وهي ايه انه العدد ده يكمل بعضه بعضا يعني متداخل،
ده اللي انا فهمته، مش عارف عم شايف قاعدين. يعني معناها الفرق وصلت عند ظهور الملة اليهودية الى ايه؟ الى 71. فلما جاءت النصرانية بيجوا 72. جايزا الاسلام كله فرقة واحدة او ملة واحدة، بدليل انه في رواية ايه؟ الا ملة واحدة. يعني عدد الملل وصل الى ايه؟ الى فتكون الامة الاسلامية كلها هي الفرقة الناجية. وهذا هو المفهوم الذي ايه يتناسب مع خيرية الامة وقضية الامة وتجديد الخطاب الديني. هو ده اللي ماشي، ان هذه امتكم امة واحدة. لو كان الحديث صحيح كان قال ان هذه امتكم 73 امة. يعني مش ماشي مع القرآن. القرآن بيقول كنتم خير امة. طيب لما اليهود 71 والنصارى بيجوا ألعن، يعني شر من اليهود زاد. ولو كان كده، لو كانت العدد عند اليهود 1 وعندنا احنا 2 بمعناها 71 فرق اليهود و72 حقهم 100 ومش عارف 40. فالعدد متداخل زي ايام خلق السماوات والارض، يومين في الاربعه. مش دول لو حسبتهم كده في الايه هتلقاهم 8 ايام، وهذا هيخالف نص القران. خلق الأرض في يومين، وبعدين قدر في أقواتها في 4 أيام، ثم فقضاهن في يومين 2 و4 و2 بكام؟ لأنه فين الآية في 6 أيام؟ يبقى معناها في يومين الأربعة، اليومين اللي عدوا داخلين في الأربعة. نعم صح. زي كان الشيخ الشعراوي يشرحها يقول إيه؟ سافرت من القاهرة إلى طنطا في ساعة، ومن القاهرة إلى الإسكندرية في 3 ساعات، يبقى معناها يبقى كده 4. قال لك لا، ما الساعة داخلة، ما نفس الخط. يبقى معناها من القاهرة إلى الإسكندرية 3 ساعات مش 4. الساعة بتاع طنطا داخلة في الإيه؟ في الثلاثة. فهمت كده؟ يبقى الفهم الصحيح. وكان سيدنا الشيخ محمد إبراهيم عبد الباس عامل كتاب اسمه إبراء الذمة في حديث تفرق الأمة، وضح فيه هذا إبراء الذمة في معنى حديث افتراق الأمة، إنه الأقسام دي كلها في أمة الدعوة. يعني 71 دولة، 72، 71 داخلين فيهم، فيكون الملة النصرانية زادوا إيه؟ فرقة. ولما جاء الإسلام كله ملة إيه؟ واحدة. يبقى إذن كلها في النار، يعني الملل كلها إلا واحدة، يعني الإسلام. هو ده اللي يمشي مع القرآن ومع العقل ومع المنطق ومع الجغرافيا ومع التاريخ. غير كده هتحصل لك إشكالات في فهم الحديث لا تستطيع ردها. سواء نص الحديث بقول سنفترق أمتي، ما هو ده من أمته. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واليهود طلعوا من ما خلاص بعد سيدنا محمد مجيما في اتنسخت، فهم من أمتي، لأن الدعوة الله يخلق الأمة دعوة أمة إيه؟ إجابة. فلو دخل خلنا الفرق في أمة الإجابة هندخل مين؟ الشاذلية والقادرية والحنفية هنكمل، عايزين نوصل 73. حتى المذاهب وبعدين ساعات العدد يتفتح تلقاهم وصلوا لإيه؟ ل3000. حتى كان واحد بيدرسنا يقول والله لو الشعر الثاني قاعد لكان أصل هم يعني ظنوا إنه مفهوم الحديث فلازم يبقى العدد زي لما الشهر الثاني قاعد يعد القوم زادوا على 3. راح قال لك ايه؟ وصول الفرق كام؟ 6. وكل فرقة طلع منها 12 فرقة، تشعبت ال 12. 6 في 12 بكام؟ ب 72. طب ما هيبقى واحدة دلوقتي، المشكلة العدد لا يقبل القسمة. فوصلوا من 72 وعند الواحدة سابعة، إذا إن هي الناجية. أما هو لما نيجي نسيبها كده مفتوحة، كل فرقة حتدعي إنها هي الناجية، وكلهم يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. طيب منين يبقى أنت الناجي؟ أنا الناجي. ما فيش مفاهيم بقول ما أنا عليه وأصحابي. طيب مين هم؟ يقول لك إحنا، ودول يقول إحنا، ودول يقول إحنا. يبقى كده ما فيش إيه؟ ضابط. لازم نحدد من هي الفرقة الناجية تحديدا. يا أهل الإسلام، يا أهل القبلة، بدليل لا نكفر. لو كنت مسكت جميع كلام العلماء حتلقاه متناسب مع الفهم أن يكون المراد بالتفرق في أمة الإيه؟ ها؟ في أمة الدعوة وليس في أمة الإيه؟ الإجابة. وإلا لا نستطيع، زي ما قلت لك ليس معروفا في تاريخ الملتين. وأنا قلت لك هيبقى كده رتب كده، يبقى
اليهود اخف 71، احنا زدنا اثنين بل بيجي 72، لو كان العدد كده هم واحد واحنا اثنين يبقى معنى كده النصارى ألعن من اليهود، مع انه العكس اليهود اللي ألعن. لو بقى كده المسلمين هيبقوا ألعن من اليهود لانه بيجوا 73، يبقى احنا شر امه، هذا مناقض للقران الكريم. اذا كان الله عندك حل في الاشكالات حلو، هذا اللي انا شايف انه في امه الايه أمة الدعوة وليس في أمة الإجابة، إلا إذا حبيت تدخلوا في كلية الدعوة ماشي. أنا عندنا 73 فرقة كلها في النار، ما فيش إلا واحد كلها من غير الفرقة، وهو ده رئيس فرقة. نقول بالعدد يسكت الجيب الجنب وقت ما الله يكفر تعرض لكده اقرأ مولانا المثال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم. نقرأنا عندناك تدخل في الحاجة. قال الشيخ رحمه الله نفعنا بروحه وعلمه بالخير آمين. قوله أما الثاني أي وأما بيان فساد الدليل الثاني. يعني عاوز يرد على الدليل الثاني اللي هو عليكم بدين الإيه العجائب. هو تسمع الكلام أكثر فيه فيضلوك عن سبيل الله. شوف كده ولن تطع أكثر من في الكلية يضلوك عن سبيل الله. وأما بيان فساد الدليل الثاني أي بعضه لأنه لم يبين فساده كله كما هو ظاهر. أقول لك لو حب يستوفي حيقول معملها بالفكر. قوله فلا دليل أي فنقول فيه أنه لا دلالة فيه. قوله أيضا أي كالثالث. قوله على صحة التقليد ويلزم من نفي دلالته على صحة التقليد نفي دلالته على أرجحيته. يعني في أمرين أصل كانت الأدلة دي والأوجه مسوقة عشان بيان صحة التقليد، بل في البعض ادعى إنه المقلد إيمانه أرجح من المجتهد. ما في الكلام ده موجود في الأول. نعم. فأقول لك إذا دل على عدم الصحة فهذا من باب أولى يدل على نفي الأرجحية. إذا كان أصلاً يقول لك ده لا يصح فكيف يكون أفضل؟ لأنه كونه أفضل هذا مبني على صحته. ويلزم من نفي دلالته على صحة التقليد نفي دلالته على أرجحيته على النظر، فتم رد دعوى المحتج بتمامها. فتم رد دعوى المحتج بتمامها كده الرجل يعني أنصف قوله لأن مراد هذا القائد يعني عاوز يبين مراد القائل يعني مراد بعض السلف بهذا القول، ومن هو بعض السلف اللي هو سيدنا سفيان الثوري. يعني ما مراد سفيان الثوري بهذا القول؟ احيانا كل قول ثابت وصحيح، لكن في فرق بين ثبوته وبين المراد به. يعني القول ده صحيح لكن ما هو المراد به؟ يعني مثلا يجي واحد يقول لك يا عم ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش في السماء، يقول لك يخافون ربهم من فوق. النص صحيح وثابت، لكن هل المراد به بيان الفوقية المكانية لله؟ لا، بيان العظمة والعلو. يبقى إذن المشكلة ايه؟ مش في الثبوت، المشكلة في الدلالة. وهم البعد دولة لا يفرقون بين ثبوت النص وبين دلالته على طول. قوله لأن توجيه لقوله فلا دليل فيه. قوله هذا القائل أي الذي قال عليكم بدين العجائز وهو بعض السلف. لو سيدنا سفيان الثوري عشان ذكرنا النص اللي بتاع لما سمع امرأة تقول لعمرو بن عبيد إن الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر المنزلة بين المنزلتين، فسمع سفيان فقال عليكم بدين العجائب. المرأة دي قوية في الإيمان. ممكن يكون العجائز مش المراد به، يعني المكركب في السن راح فين؟ راح بس تفضل.
وتش متوضي قاعد معاه لا متوضي وانا ماشي لا يعني يقصد يعني الناس اللي كبروا وبقوا معتقين دي معنى ده طبعا علينا صوت يعني واحد مثلا زي ما شايفنا الكبار الشيخ مصطفى الله يرحمه ده من العجائز يعني الرجل عجوز بس في العلم مش 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 عجوز في العلم فقط في السن فقط وفي العلم يبقى المراد بالعجائز يعني الناس اللي هم ايه نضجوا واكتملوا وكبرت سنهم في قوة العلم ممكن يكون المراد كده مش العجوز الجاهل ما النبي ده يعني في رجل كبير مثلا فوق الثمانين الشيخ صالح ولا الشيخ حسن ولا الشيخ الجمال دول العجائز اللي احنا نتبعه مش نعتبر العجائز اللي هم عندهم زهايمر وما فاهمينش زي العجائز اللي في قطر قوله بما اي بالعقائد التي اجتمع عليها السلف الصالح الى اخره والمراد التمسك بها على وجه النظر لا على وجه التقليد بس كده المراد التمسك بها على وجه النظر يعني الناس اللي كبروا دول وافنوا اعمارهم هم دول العجائب بس نتمسك بها ماشي بس على ايه على بصيره على وجه النظر لا على وجه التقليد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره قلنا مبتدا وخبر فاكرين لما تكلمنا في هذه يعني انا ومن اتبعني على بصيره اذا فمن ليس على بصيره فليس هو من ايه من اتباعي يبقى نتمسك بدين العجائز لكن على وعي وعلى فهم مش تدور لك على واحده عجوز ما تعرفش تتوضا وما بتصليش وتقول ايه اتبعها فيه كيف اتبع ايه هذه في فلازم تفهم ما هو ايه فحوى الكلام وهو وما هو معناه كان زمان واحد من المشايخ يقول يا شيخ محمد يشرح في الحديث بتاع ايه الجنه مش عارف ده حديث الجنه تحت اقدام ليه الامهات واحد سمعه وقال له مولانا اي ام ده عندنا امهات مثلا بتتبول على نفسها ما تعرفش الطهاره حتى ولا تعرفش الصلاة ولا عارف الجنة ده تحت أقدامها دي ده النار يعني يقول أمهات الطاهرات العافية مش أي أم يبقى الجنة يبقى كده بنرخص الجنة أمهاتنا مثلا في يعني بعض الأمهات أمهاتنا احنا ربنا يحفظهم ويكرمهم يعني على الأقل إيه أنجبونا إنما في أمهات والعياذ بالله بس سلب الدين ويبقى كيف تكون الجنة تحت أقدام مثل هذه النساء إذا كان الحديث صحيحا الحديث موضوع طيب خلاص ما ولو كان صحيح المراد بالجنة اللي هي عن النار قوله حتى وصل علمه الإضافة بيانية والعلم بمعنى المعلوم لأن الصبيان في الكتاب والعجائز والأعراب ليسوا أهلا للعلم أحسن كده والعلم بمعنى المعلوم يعني حتى وصل علمه يعني حتى علموا به حتى أصبح معلوما عندهم لأنه دول مش من أهل العلم قوله أهل البدوي وصف كاشف يعني الأهل اللي هم البدوي يعني. قوله وترك ما أحدثه المبتدعة عطف على التمسك أي والأمر بترك قال عن الامر بالتمسك وتركه بالله وتركه نعم وتركه فين ده اجتمع بما اجتمع عليه السلف يعني الشيء المجمع عليه بما اجتمع عليه حتى وصل علم هذا المجمع عليه لأصبح محل اجماع انا لنا اراه انه مراد به هنا المعلوم من الدين بالضروره انه وصل ايه الى العجائز والصبيان اصبح هذا هو اللي حيوصلهم وحتوصلهم يعني احكام النظر مش هم دول يعني فاهمينش حاجه قوله القدريه اي القائلين ان للعبد افتح الدار القدريه القدريه اي القائلين ان للعبد نسبه الى القدر مش القدر سمعنا نسبه للقائلين القدرة فين؟ القائلين إن العبد قدرة قدرية قولهم غير وصفهم يعني هم قدرية نسبة إن هم نفاة القدر نسبة على الضد إنما يقولون بهذا
قوله القدرية القائلين إن للعبد القدرة إن العبد القدرة اختيارية مؤثرة. سكنها أبدا كله القدرية تمام. بس الجبرية فيها الجبرية وإيه وفيها الجبرية فيها حشتين الجبرية أو الجبرية فيها تشكيلها فيها كذا. قوله هو المبدئة أي القائلين إن الوعد الواقع في القرآن والسنة ليس على حقيقة. يبقى القدرية دولة هم الذين نسبوا التقدير إلى أنفسهم لا إلى الصانع. يبقى إيه إلى القدر. وفي فرق بين القدر وبين القدر. يعني مثلا تعالى كده في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر مش القدر. ليه؟ لأن القدر لو بمعنى التقدير لا يوم له ولا أزل له ليس حادثا. القدر فاكرين لما كنا نقرأ في حاشية الأمير أتدري يوم لا يوم؟ قال هو يوم المقادير لأنها كانت في الأزل فلم تكن هناك إيه؟ أيام. إنما القدر بإسكان الدال بمعنى التحديد والضبط. يعني مثلا ليلة القدر لماذا سميت بليلة القدر؟ في ثلاثة أقوال. القول الأول نقول كذا فلان ذو قدر يعني ذو شرف له منزلة. لما نقول كذا المسلمون يقدرون رسول الله يعني ايه؟ يعني القدر هنا معناه التعظيم والتبجيل. طيب الله تعالى قدر الأشياء قبل خلقها يبقى هنا القدر بمعنى التحديد. يبقى إذن المراد بقوله تعالى القدر في سورة القدر ليس المراد به الشرف إنما المراد به التقدير والتحديد كما في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق. والفرق معناه الضبط والتحديد كل أمر إيه حكيم يعني تحدد فيها الأجال والأعمار والأرزاق. وهذا التحديد أزلي أما كيف يحدد فيها يعني يكشف ذلك في ويكتب في صحف الإيه الملائكة. فهذا الذي له يوم وله ليلة مخصوصة. أما التقدير الأزلي ده لا علاقة له بالزمان ولا إيه ولا المكان. قوله والمبدئة أي القائلين إن الوعد الواقع في القرآن والسنة ليس على حقيقته. يبقى القدرية هم الذين نسبوا التقدير إلى أنفسهم لا إلى الصانع. وكانت المعتزلة قدرية بس في على نوعين في القدرية الأولى في القدرية الثانية. فالمعتزلة هم الثانية زي أنه أهلك عادا الأولى في عادا أولى وعادا إيه ثانية كده اللي هي إرم ذات العماد دي الأولى والثانية إيه قوم إيه هود أو العكس والله مدام قال عادا الأولى يبقى في إيه اثنين عاد مش واحدة. يبقى القدرية الأولى دولة كانوا قبل ظهور الإمام الشافعي لما نفات علم الغيب وتبرأ منهم سيدنا عبد الله بن عمر. ما كان الظاهر أيام ابن عمر المعتزلة لسه. يبقى القدرية الأولى نفات هم الذين اشتهر عنهم هذا القول لا قدر والأمر أنف. طالما نفوا القدر فكيف ينسبون إليه؟ ده هم بيقولوا ما فيش قدر. قال هم نفوه عن الله ونسبوه لأنفسهم. فعشان كده إيه أو على الضد يعني القدرية المراد بهم اللا قدرية مثلا يعني. يبقى الذين نسبوا التقدير لأنفسهم لا إلى الصانع. وكانت المعتزلة قدرية وقال إن الله ليست له قدرة ولا إرادة ولا ندر وأفعال العباد مخلوقة لهم. وكان أبو الهذيل العلاف ده من كبار المعتزلة يقول بتناهي مقدورات الله يعني كان يقول المقدورات تتناهى حتى إذا انتهت لم يكن قادرا على شيء خلاص. بعد كده مين تاني؟ القدرية والمرجئة. الإرجاء له معنى في إرجاء كان عند السلف يعني صحيح ونسب أبو حنيفة إلى الإرجاء لكن لم يكن
الارجاع اللي هو بمعنى الايه بالمعنى المذموم، لكن الارجاع بالمعنى الايه المحمود. فالارجاع على معنيين، التاخير واعطاء الرجاء. باطلاق اسم المرجئه بالمعنى الاول على هذه الفرق صحيح، لانهم كانوا يؤخرون العمل عن النيه والقصد، او الارجاع بمعنى التاخير. اما الارجاع بمعنى الرجاء ومنه اخذت المقوله المشهوره لا ينفع لا ينفع مع الكفر طاعة ولا تضر مع الإيمان معصية، دي أشهر مقولات المرجع. يقول لك طالما أنت مؤمن يعني يدوك رجاء يعني زيادة عن الناس يعشموك قوي، يقول لك ما تخافش لا تضر مع الإيمان معصية، زنية سرقت عملت في رجاء أكبر من كده تاني ما يهمكش طالما أنت مؤمن اعصي طبعا. ولا ايه كما يقولون كما هل شوف القياس بتاعهم هل تنفع مع الكفر طاعه، خلاص لا تضر مع الايمان ايه معصيه، ده الارجاء بالمعنى الايه المذموم. يلا يا مصطفى. قوله والمرجئه القائلين ان الوعد ان الوعد ان الوعيد الواقع في القران والسنه ليس على حقيقته، يعني ده تقرير بس ما فيش مش على حقيقته، بل المقصود منه الزجر عن المعصيه فأرجع يعني النص. يعني يقول لك ما تخافش الوعيد ده بيخليك يعني ايه تبعد عن المعصيه، انما ما فيش وعيد حينفذ، ما فيش عذاب، ما فيش يعني بيدوك ايه رجاء اكثر من اللاجئ. فأرجعوا النص اي اخروه والغوه عن الاعتبار. قوله والجبريه اي القائلين المرجئه القائلين ان الوعيد الواقع ليس على المقصود منه الزجر، فأرجعوا النص يعني أخروه وألغوه عن الاعتبار. قوله الجبرية أي القائلين ليس للعبد قدرة أصل وإنه مجبور ظاهرا وباطنا. الجبرية غير الأشعرية، الأشعرية دول أهل الجبر المتوسط. يعني إيه الفرق بين الجبرية دول؟ بيقولوا ما فيش للعبد قدرة أصلا، مجبور ظاهرا وباطنا. الأشعرية يقول لك في الظاهر مختار اما في الباطن مجبور. يعني رجع قولهم الى الجبريه. قوله والجبريه القائلين ليس للعبد قدره اصلا وانه مجبور ظاهرا وباطنا. قوله والروافض رفضوا بيعه زيد بن سيدنا علي بن سيدنا زين العابدين بن سيدنا الحسين بن سيدنا علي. مرضوش يبايعوا الامام زيد، مع انه الامام زيد ده ابن مين؟ ابن علي زين، وكان الإمام أبو حنيفة على مذهبه على مذهب زيد، فرفض بيع الزيد ده هو من 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 آل بيت من ابن علي ابن زين العابدين ابن مين؟ ما هو علي زين لا هو علي زين العابدين هو اسمه كده مش علي ابن زين العابدين، هو علي زين العابدين، فشيل كلمة ايه ابن، يعني زيد ابن زين العابدين ابن علي زين العابدين ابن الحسين عليهم السلام، حيث لم يوافق ليه رفضوا بيعة الإمام زيد مع أنه من الأئمة؟ قال عشان رفض، شوف كده، لأنه لم يوافقهم على التبري من أبي بكر وعمر. مرة إيه بيقول كده الإمام زيد بيخطب معهم، قال أبو بكر الصديق، فقال له احدهم اتقول صديق؟ زعلان ومنفعل كده انت، ما بيتكلم مع الامام الجاهل ده، يعني ده امامك وامام ابائك الاولين وانت لولا، فيقول له اتقول صديق؟ قال نعم، ومن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والاخره. راحوا تبرؤوا منه، رفضوا بيعته بسبب ايه؟ انه كان يتربى على سيدنا ابو بكر وعمر، وهم عاوزينه ايه؟ يتبرأ منه. لم يوافقهم على التبري، وقال كيف اتبرأ منهما وكان وزيري جدي، يعني كان وزير المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال وخالفوه في احكامه وقالوا بتكفير والسجب الكبيره. دولة من دولة الحرورية في قرية اسمها حرورة في العراق،
بالقرب من الكوفة خرج أهلها الأمة الحروريين. الخوارج دول أصل من إيه؟ من هذه البلدة. حروراء. بل في بلد تاني اسمها حران اللي ينسب بعيد عن دمشق ولا نفسه اللي ينسب إليها ابن تيمية الحراني دي في الشام دي. مش حران. حران لا. الحراني يبقى حراني. المهمة هو كله ايه في فيه الحاء والنون. كالحرورية نسبة لحرورة قريبة اسمه ميه الحروريين وهي تاني يبقى اسم تاني. الشراء. لا في اسم تاني غير الحرورية. في اسم للخوارج تاني الحرورية وهي تاني في الشراء. يا ابني غير البلدين في الحرورية الحرورية نسبة لحرورة قرية قريبة من الكوفة خرج أهلها على سيدنا علي وخالفوه في أحكامه وقالوا بتكفير مرتكب الكبيرة. دولة من دولة الخوارج. قوله ممن لا وجود له أي لا وجود لمجموعهم وإلا فقد أدرك علي زمن المبتدعة. يعني هو بيقول هنا إيه القدرية والمرجع والرافض وغير ممن لا وجود له في أعصار السلف. كيف يقول لا وجود لهم مع أنه أدرك علي زمن المبتدعة؟ يعني سيدنا علي هو حارب الخوارج هو الشيخ يقول لك لم يكن لهم وجود في أعصار السلف فعاوز يقول لم يكن الوجود لمجموعهم يعني كان فيهم البعض ظهر لكن المجموع لم إيه؟ لم يكن إيه؟ فالظهر وإلا فقد أدرك علي زمن المبتدعة وأفحمهم وهذا بيان للمبتدعة. إيه وهذا بيان بيرجع له وهذا وهذا كلمة وهذا فين عندك وهذا وهذا بيان المبتدعة يعني هذا توضيح بيان ما وهذا بيان هذا الكلام توضيح لمن هم المبتدعة لابن من على الاستفاء يقول
أي المحدث الذي أحدثته المبتدعة. يبقى هنا ذلك يعود إلى ما أحدثته، يعني المحدث الذي أحدثته المبتدعة. وظاهره أن المحدث أمر كلي يتغير الأمثلة، مع أنه جزئيات، فالأولى حذف الأمثلة. يعني كلمة وذكر ايه الدوشة دي الناس اللي معاها العيال الصغيرة دي يشوفوها. العيال دول أمثلة عالمين، دول العيال ملهمش أهل خدهم، اللي معاها العيال دي تلمهم خدهم على البر جنب كده، مش قاعدين انتوا في حديقة الحيوانات الأزهر الشريف، خدهم على جنب كده ودوهم يلعبوا بره مع بعض. قوله وذكر أمثلة ذلك، يعني هو عم ظاهر الكلام ده أن المحدث أمر كلي يتبين بالأمثلة، مع أنه المحدث جزئيات، فالأولى حذف أمثلة. يعني يقول إيه وذكر ذلك على الاستفهام، لأنه عندما يقول أمثلة هيفهم أن المحدث إيه أمر كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة، سواء كانت متناهية أو غير متناهية إلى آخره، فحيقول إيه ذكره، مع أن هي أمور إيه جزئية وليست إيه أمورا كلية. الذي لا يمتنع على كثيرين ولا مطلق. ايه ده؟ الكل. الكل يمتنع؟ لا يمتنع. ايه لا ما لا يمتنع. صدقه او بدل ما نقول ما لا يمتنع، قل يعني معناه يصدق على كثيرين متفقين او مختلفين. من الجنس بيبقى ايه؟ مختلفين في الحقيقة، واقع في جواب ما هو. نعم. فالمحدث ده مش امر كلي، وانما هو ايه يعني ايه الفرق بين انه يكون المحدث امر كلي وبين يكون جزئي؟ ما هو بقى لا ينفرش، انا عاوز اقول لك ايه الفرق اللي هيترتب على ده وعلى ده. ما لو انت زي ما عرفت الكل كده عشان كده بيقول لك ايه كده هيبقى امر كلي، مع انه الشيخ مرضيش اللي انت بتقوله ده، الشيخ الحامد. لكن هو الشيخ الحامد امور جزئي. اي جزئي. لا معناه جزئيات، ظاهره ان المحدث امر كلي يتبين بالامثله، مع انه ايه جزئيات. يعني عاوز اقول لك المحدث مهما كان مش امر كلي، لأنه إيه جزئياته محصورة، ممكن نعدها واحد اثنين، إنما الكل يصدق على كثيرين، ممكن تحط تحته إيه لا يمنع تصوره من وقوع الشرك. يلا قوله ليتبين به المراد أي في الجملة، وإلا فالمحدث كثير، فذكر بعضه فذكر بعضه لا يتبين به جميع الجزئيات الخارجية. يعني بس هتبين به بالجملة. قوله فمن ذلك، فمن الآن هيبدأ فيه في ذكر بعض الأمثلة. فمن ذلك، من ذلك أي المحدث. لا أنا أقول عنه. فمن ذلك أي المحدث قول المعتزلة طبقة من القدرية. فمن ذلك مفيش قول، فمن ذلك ما أحدثه المعتزلة. نحن ندخل على الأول أقرأ من الشرح ومن تدبره. فمن ذلك ما أحدثه المعتزلة، أو جاب لك مثال من تقييد إرادة الله جل وعلا بالطاعة. أو ده بدعة شنيعة عملوها مين؟ السادة المعتزلة، لا رضي الله عنه، مع أنهم سادة بس ليسوا لنا إنما للخوارج.
انهم ائمه. ايه المحدث ده؟ طبعا دين الاقسام في مذهب اهل السنه الاربعه، فاكرينهم؟ وقد علمت اربعه اقسام في كائنات بحر المقام ابن عندك، فالقصد غير الامر فاطرح المرء، يعني غير امرا والرضا كما ثبت، وعلمه هو لا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح البيع. الاقسام الاربعه هي امر واراد، يعني في مأموم به ومراد، وفي غير مأمور وغير مراد، ده القسم الثاني، وفي مأمور غير مراد، وفي مراد غير مأمور. فالمعتزله جعلوها اثنين، فجعلوا قيد إرادة الله تعالى بالطاعة، بمعنى أن المعاصي والشرور وغير الطاعة تقع في ملك الله بغير إرادته. هذا هو إيه؟ هذا هي الشناعة، يعني عندهم يقع في ملكه ما لا يريد، بدليل أنهم قيدوا إرادة الله تعالى بالطاعة، فهو يريد الطاعة ولا يريد المعصية. لكن هل في القرآن كده؟ هل في السنة كده؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طالما كان إذا دخل في الإرادة، سواء كان شرا أو خيرا، طاعة أو معصية، طالما واقع وكل إيه؟ البيت بتاع السرير، وكل كائن أراد، وإن يكن بضده قد أمر. البيت اللي كنا بندور عليه. وكل امر كائن اراد، وان يكن انما عندهم لا، لا يكون ايه عند المعتزله، لا يكون الا ما امر الله، لا يريد الا الطاعه، لا يريد الا الطاعه، لا يريد الا ما يامر به. هم جعلوا الامر والاراده بمعنى واحد، يعني هم وحدوا او جعلوا اتحاد بين الامر والاراده، فاذا امر الله بشيء يبقى اراد، واذا لم يامر به يبقى لم يرده، وهذا خلاف الواقع، لان الله تعالى امر الكافرين بالايمان فلم يقع منهم الايمان، لماذا؟ لانه لم يرده، ولو اراده لايه؟ لوقع. وفي امور واقعه في الكون، بمعنى كده ارادها الله، اما اقول لك لا، فيما يقع في الكون من احداث وشرور واثام وجرائم، هذا كله بغير اراده الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن ما يفعلوا ما يريد، فاقتتالهم شر، وبرضه ربنا سبحانه وتعالى ربنا اراد. كويس جميل، فهمت كده مذهب المعتزلة؟ قيدوا الإرادة بالطاعة، يعني معناها لا يريد الإيه؟ مع أنها واقعة، عارفين في قصة القاضي عبد الجبار مع مين؟ مع الإسرائيلي. مع الإسرائيلي، عندما دخل إيه؟ وقال له إيه؟ سبحان إيه؟ من المعتزلة الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، ينزهون الله أن يريد الفحشاء والشر. ففهم الإسرائيلي الأستاذ مراد، وقال به سبحان، كل واحد يرد على الثاني بالتسبيح سبحانه وتعالى، سبحانه سبحان من يتنزه عن الفحشاء، راح رد قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما أراد، فراح رد قال له أفيريد ربنا أن يعصى، فرد وقال أفيعصى ربنا قهرا. شوف الجمال في المناظرات العلمية والحوارات الفكرية الجميلة. في الآخر اضطروا إلى المصارحة المواجهة، قال أرأيت اللي هو عبد الجبار انقضى علي بالردى ومنعني الهدى، أحسن إلي أم أساء؟ ولو قال له أحسن ده إحسان ده، ولو قال له أساء يبقى قل أدبه. يعني أوقعه فيك أمرين كلاهما مر أو أحلاهما مر، ما ينفعش يقول له أحسن، ما ينفعش يقول لك يقول له أساء. ففي مثل هذا الحصر لا تجيب بأحد الأمرين ولا بهما لأنه تناقض، وإنما عليك أن ترد السؤال بسؤاله. فقال له إيه؟ إن
منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يفعل في ملكه ما يشاء. وانتهت المناظرة. تمام كده؟ يبقى ده بدعة مش بدعة، ما قالها أحد من الناس، وأن الكفر والمعاصي لم يردهما الله تعالى. دي خطيرة جدا. عارف دول لو صلوا وصاموا وأنفقوا مثل أحد لا يقبل منهم مع هذه العقائد الفاسدة. قال الكفر والمعاصي لا يريدها الله. أمال إذا يبقى معناها فيه حاجة في الكون، ما دامت في حاجة وقعت رغما أو قهرا أو بغير إرادة الله، يعني معناها في قوة في الكون أقوى من الإرادة الإلهية، بدليل أن ربنا لا يريد شيء ويقع. يبقى معناها إيه؟ في فاعل كان ومؤثر أقوى أوقع إيه؟ ودي مرة كان واحد معتزل واحد إيه من أهل السنة، فبيقول يا أخي صلي مثلا أو صوم، يدعوه إلى الهداية، فيقول يا أخي أعمل إيه أنا مش في يدي، يعني لو ربنا هداني حصل لي، أنت تعب نفسك معي ليه؟ ما تخلي ربنا يهديني، هو هداني وأنا قلت له. فراح رد عليه قال له إيه؟ قال له الله تعالى هداك، لكن الشيطان لا يريد لك الهداية. شوف الغشومية في الرد. قال له إن كان على ربنا العمل، لا ربنا هداك، بس المشكلة مش مع الله، المشكلة الشيطان لا يريد لك الهداية. فقال له إذا فأنا مع أقواهما. ما دام الكلام ده ماشي وكلام، خليني أنا مع الشيطان، ما دام الكلام الشيطان له نفذ. الشيطان يريد أن يغويني فوقع، والله يريد أن يهديني فلم تقع الهداية. يبقى خليني أنا مع الإيه؟ مع الجانب القوي، أضيع نفسي دي عشان ما عاوز يهديني ومش حيقدر أو ما هدانيش، بدليل أنه وقع إيه؟ مراد الشيطان ولم يقع مراد الله، مش أنت بتقول كده؟ وحيجي في الآخرة يريد يدخلني الجنة ومش هيقدر برضه، هيروح الشيطان واخدني على النار. أما تخليني من البداية مع إيه؟ مع القوي. فممكن تستطيع إبطال كلام المعتزلة بالله ما في الشر. إحنا لسه قال وأن الكفر والمعاصي لم يرهم الله تعالى، وإنما العباد أوقاع ما لم يرهم الله جل وعلا. يعني كأن العبد أوقع في ملك الله ما لا يريده الله. ده وحده والله ما تبني حتى المسجد الحرام على حسابك، مش هيقبل منك مع العقيدة، لأنك اعتقدت أنه في مؤثر في الكون مع مين؟ مع الله تعالى. ومعلوم أن هذه ضلالات لا مستند لها. ومعلوم أن هذه ضلالات عندك بالجمع ولا مفرد؟ ضلالة. فهو جمعها للتعظيم، لتعظيم الخطأ وللتشنيع. ومعلوم أن هذه ضلالة لا مستند لها، ما لهاش دليل يعني. وإنما الذي اشتهر في زمن السلف الصالح وتلقاه منه الخلف ولا جبيل، الصغير والكبير والذكر والأنثى والكفر والعبد والحاضر والبادي، حتى صار كأنه معلوم من دين أئمة المسلمين ضرورة يلهج به من عرف معناه ومن لم يعرف، وقوع الكائنات كلها بإرادة الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى إن جهلة العصاة يعتذرون عن معاصيهم بإرادة الله تعالى ذلك منهم. شوف كده، أراد الله بهم خيرا لما عصوا. يعني شوف كده، يعني عاوز يقول لك فساد مذهبهم واضح حتى على الحمار، واضح. شوف يقول لك إيه؟ العباد، وإنما العباد أوقعوا ما لا خلق. ومعلوم أن هذه ضلالة لا مستند لها، وإنما الذي اشتهر، يعني أصبح مشهور ومعروف في زمن السلف الصالح، وتلقاه منهم الخلف ولهجة يعني زي فرحة، خلاص يعني لهجة معناها أغري به الخاصة والصغير والكبير، ولهج به الصغير والكبير، أصبح أنا على ألسنة الناس ولاكوه وفرحوا به وتكلموا فيه،
والذكر والأنثى والعربي والعجم والصين كله بيقول كده، والحر والعبد والحاضر، حتى صار كأنه معلوم من دين أئمة المسلمين ضرورة يلهج به من عرف معناه ومن لم يعرف. ابقى خد بالك هنا، وقوع الكائنات ده خبر ومبتدأ الذي اشتهر. ابقى الذي اشتهر ده اسم الموصول ده المبتدأ. ما هو الذي اشتهر؟ وقوع الكائنات. يبقى الذي ايه اشتهر هو وقوع الكائنات، فيكون هذا بالرفع على انه ايه خبر الايه المبتدأ. وقوع الكائنات كلها بإرادة الله تعالى، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الناس كلها بتقول كده، حتى أن جهلة العصاة يعتذرون عن معاصيهم بإرادة الله ذلك منهم. يقول لك والله ربنا أراد كده يا ابني، بتعمل ليه القتل، بتعمل ليه المنكر ده، يقول لك ربنا إرادة ربنا، أعمل إيه؟ مكتوب. كل الناس حتى العاقلة ده مكتوب، والمكتوب على الجبين لازم إيه تشوف العين. ولو أراد الله بهم خيرا لما عصوا. ونحو هذا ما أنكره المعتزلة. يعني حجيب مثال ثاني، من جواز العفو عمن مات مصرا على المعاصي. عند المعتزلة انه اللي يموت مصر على الكبيرة، مات الكاس في ايده كذا او بإذنه، او مات مصرا على المعصية، يقولوا ايه لا يجوز ان يغفر الله. طب انت مالك، هي دخلك في المسألة دي؟ انكروا جواز العفو عن اهل الكبائر اللي هو مات من غير توبة، وبعدين وانكار ده عطف على ايه؟ ها؟ على ونحو هذا ما انكره. وانكار انكار عطف على ما انكره لا على جواز العفو. يعني ما تقولش كده ونحو هذا ما انكره المعتزلة من جواز العفو، يبقى كده ايه وانكاري، لكن هنا ايه بالرفع عطف على ايه؟ على ما انكره المعتزل من جواز العفو عمن مات مصرا على المعاصي. ده مش مات عاصي، ده دي قضية ثالثة، ده مات مصر على المعاصي. قال لك لا لا ما ينفعش ربنا يغفر لي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاكرين في الحديث المشهور أخوان أحدهما كان مصرا، فيقول الأخ التائب الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك. إيه اللي حصل؟ عارف كمان في الحديث من ذا الذي يتألى الله؟ إن الله تعالى قد غفر له اللي أنت بتحلف عليه ده وأحبط عملك. افرح بالطاعة تحفظ، افرح بالمشي، افرح بالأذر، ربنا أحبط عملك وإيه وغفر للعاصي. لا يسألوا عما يفعل. هم قالوا ما يجوزش، ما يجوزش. مين اللي يقول يجوز ومين اللي يقول؟ وإيه تاني في حاجة أشنع؟ ها بيقولوا إيه؟ وإنكار خلق الجنة والنار برضو من بدع المعتزلة. يقول لك الجنة والنار مش مخلوقين الآن، ده لسه يوم القيامة حيخلقوا، يخلقوا لي الآن. ده عبث، يقولوا فاضيين السنين دي كلها. فقالوا ايه النار والجنة مش موجودين، ده حيوجدوا بعدين. ومثل هذا لو قعدنا نشتغل في كلامهم مش هنفضها، وحنضيع الوقت في كلام هؤلاء السفهاء ليه؟ ويدل قطعا على هذا التأويل الذي ذكرناه اتيان عمر بن عبد العزيز بمثل هذا جوابا للسائل عن الاهواء. رجع ليه؟ العجائب. عليكم يعني ده يعني أنا عاوز أقول لك معنى الجملة مش زي ما يفهموها الجماعة الغش الموجودين دول. أول ما تكلموا في التوحيد والأدلة العقلية عليكم بدين العجائب.
يقول لك بلاش ايه الكلام بتاعكم الجوهر والعرض والممكن والواجب ولا. لا لا خليك مع ايه مع دين العجائز ويفهمون انه يعني ده ذم وترك ليه لعلم الكلام والبحث والنظر ليه العقل. فعاوز يقول لك ايه اولا يعني ايه ذكر تأويل العبارة الصحيح انت شك هنا بيقول لك ايه ويدل قطعا على هذا التأويل الذي ذكرناه اللي هو ايه توضيح العبارة وانه ليس المراد بها ما يفهمونه. اتيان عمر بن عبد العزيز بمثل هذا جوابا للسائل عن الاهواء يعني عمر بن العزيز بن عبد العزيز اجاب واحد ممن سأله عن الاهواء بهذا الجواب فكأنه قال له عليك في الدين بما كان عليه السلف الصالح. يعني عاوز يقول لك يا اخي ما تخش من العيال الطايشه دي سفهاء الاحلام ومقصرين الثياب واللي بيحطوا المساريب دول خليك مع العجائز الناس الكبيره العاقله المتزنه. او كان جواب عمر فهمنا الان الواضح من العباره مش مسكين هالنا كل ما تقول عليكم بدين العجائز. فكانه قال له عليك في الدين بما كان عليه السلف الصالح وتلقاه منهم الخلف ودع ما يناقض ذلك مما أحدثه المبتدعة بل نقول هذه الألفاظ التي اغتر بها من مال إلى التقليد وحذر من النظر في التوحيد هي في الحقيقة حجة عليه لا له. بس مين اللي حيبين هذا المعنى؟ عاوز الناس تفهم لأن علماء السنة رضي الله تعالى عنهم إنما ألفوا في علم التوحيد ليبينوا للناس ما كان عليه أو ما هو دين العجائز. إذا كان سبب شغلهم كله عشان توضيح دين العجائز ليبينوا للناس ما كان عليه السلف الصالح وصار لشهرته ووضوحه قبل ظهور البدع دينا لعجائزهم وإمائهم وأهل بدوهم وصبيان كتابهم وزادوا بأن حصنوه بالبراهين العقلية التي تنتهي إلى ضرورة العقل بحيث يخرج من أنكرها من ديوان العقلاء. يبقى لو والله لو قسنا المقاييس السليمة دي على الجماعة السلفية لأخرجناهم من ديوان العقلاء وبالأدلة النقلية القطعية فيما تقبل فيه منهم رضي الله عنهم فهم جعلوا على حرز دين الإسلام أسوارا لما قدمت جيوش المبتدع التي لا تحصى كثرة تريد استلاب ذلك الدين وإبداله بجهالات يهلك من اتبعها. يلا مولانا خش على الحج. قال المحشي رحمه الله قوله المعتزلة في القدم من القدرية صفحة 52 قوله المعتزلة نعم فرقة من القدرية قوله من تقييد إرادة الله إلى آخره أي كونه مريدا فلا بد من التأويل بذلك لأنهم يثبتون ذلك دون الإرادة لإنكارهم صفات المعاني. المعتزلة تقييد إرادة الله جل وعلا والطاعة 52 فاهم الأول قوله أن هذا أي المقالة وهي أن الكفر والمعاصي لم يدهم الله تعالى قوله لا مستند لها يعني بالشرع أي بالشرع وإنما مستند أن الأمر هو الإرادة أي عين كونه مريدا وهذا باطل. قوله ولهج به الصغير كسر الهاء كفرحة لهج مش لهج لهج كفرحة يعني نطق به متكررة أي نطق به نطقا متكررا. لما يكون واحد يلهج يقول لك يعني خلي لسانك يلهج يعني معنى يلهج يعني انطق بذلك كثيرا. قوله حتى صار كأنه محط الكأنية قوله ضرورة فصار كأنه معلوم من دين أئمة الإسلام ضرورة. قوله من عرف معناه أي تصوره وأدركه عن دليل. قوله ومن لم يعرف أي بالدليل.
قوله وقوع الكائنات خبر عن قوله الذي اشتهر. بنقول وقوع الكائنات. قوله وأن عطف على وقوع. قوله حتى إذا وأن عطف على وقوع حتى ما شاء الله. قوله حتى أن جهلة العصاة يعتذرون عن معاصيهم. وصفهم بالجهل مع أن اعتذارهم حق. لأن اعتذارهم حق لأنهم قصروا إثبات الحجة لأنفسهم ولا حجة للعبد على الله، لأن مقتضى الشرع نسبة المعصية للنفس والتوبة إلى الله. يعني ليهم جهلة مع أنه اللي قالوه ده، يعني كيف يكون الإنسان جاهلا مع أنه قال الكلام حق؟ يعني هم إيه اللي قالوا اعتذروا عن معاصيهم وقالوا معلش سامحونا وإحنا يعني غضب عنينا هذه وقعت يعني معاصينا بإرادة الله، فهم يعتذرون عن معاصيهم لأن الله تعالى أراد. مش كده الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ صحيح. وعبرت على المعتزلة ليه؟ هذا الكلام صحيح ومع ذلك سماهم جهلة. ليه؟ لأن الكلام مع أنه صحيح في نفسه لكن قائله أراد أن يتذرع أو يتنصل من المسؤولية، يعني عاوز إيه؟ هو كده. هذه كلمة حق، فكان جاهلا لأنه أراد الباطل بها، يعني لم يرد بها حق، هي حق ولكن ما أراد بها حقا ولكن أراد بها باطلا فكان جاهلا. قوله هذا ونحو هذا أي ما أحدثته المعتزلة من القول بعدم إرادة الله للمعاصي والكفر. قوله وإنكار بل رفع عطف على ما في قوله ما أنكره. ما أنكره وإنكار. والضمير في قوله لمن مات مصرا. يعني ما أنكره يعني من مات مصرا. نعم. قوله وإنكار خلق الجنة والنار أي الآن، فلا ينادي أنهم يقولون بوجودهما في المستقبل. يعني هم لما واحد ما تفهمش كلامهم في نحن لازم تحمل كلام المعتزلة ما نحن مش عاوزين الغلو. لا يتمنى الإنكار قوم على أن المعتزلة قالوا بإنكار خلق الجنة بس مش بإنكارهما يعني كده مطلقا، لا الآن يعني قالوا ما فيش حاجة اسمها جنة والنار الآن، دي حتوجد ستخلقان في المستقبل يوم القيامة، إنما الآن مفيش. قوله ومثل هذا أي المحدث المذكور. قوله كثير منه قول معتزلة. وعشان كده يقول لك إيه آدم ما كانش في الجنة، وطالما الجنة والنار مش موجودة ولا تخلق، أمال آدم كان فين؟ يقول لك كان في بستان ولا في ربوة أو في جنينة. شفت كده؟ نعم. وهو لو قال آدم كان في الجنة كيف ينكرها؟ إذا كنت قلت ما فيش أصلا جنة موجودة، أمال سيدنا آدم كان فين؟ كان في حتة في البيت واسعة كده زرعها كده، هذه اللي كان فيها. أمال كيف الآية اهبط منها واخرج منها فإنك رجيم؟ حيخرج من الجنينة ولا من الحديقة ولا من جنينة الحيوانات؟ إيه الكلام؟ قوله ويظن قطعا. وبعدين اللي بيدل على ان هي الجنه هي نفسها ان شاء الله ربنا وعدنا بها نجتمع ان شاء الله، ان لك الا تجوع فيها وانك لا تظمع فيها، هل ادلك على شيء وملك لا اداء؟ النصوص واضحه على انه هي الجنه نفسها. كانوا التكليف اللي وقع حيث امره بالاكل بالكل الا من هذه الشجره. والتكليف ده بيسموه ده تشريف، يعني ربنا أراد أن يعني أو يسموه الأمر هنا للإرشاد وليس الأمر للوجوب، يعني هنا الواجب المكلف فيه هو الواجب والحرام، أما المندوب ده لا كلفة فيه لأنه خلينا على الرأي ده هو بيقول إيه إنه قسمين، يعني تكليف إلزام وما فيه كلفة، وهنا لم يأمره على جهة الإلزام ولكن على جهة الإرشاد. ما قالوش يعني ولا تقرب هذه الشجرة مثلا فتعاقب أو فتكون من الظالمين، يعني فضل لنفسك. مش كده؟ قوله بمثل هذا الدليل ده أنه سيدنا آدم ما ظلمش، يعني بمعنى أنه اهتدى
الظالمين، يعني مش الظالمين بمعنى الظلم ليه معاني. عندما ربنا تاب ربنا ظلمنا انفسنا، ففسر القران ببعض، يعني هو قصر في حق نفسه، فكان الله تعالى يعني كان بيقول الاولى او الاحسن ما تقولش، وان كانت حدود من نفسك يعني هتحرم نفسك من النعيم وهتروح حته ثانيه فيها شقاء وفيها مصائب وفيها مشاكل وفيها ازمه مواصلات وفيها سلفيه وفيها سواد، خليك هنا احسن لانه الجنه لا تكليف فيها زي ما تقول. وايمان ان يكون في تكليف لا تكليف فيها بعد دخولها في الاخره، انما ممكن يكون قبل ذلك في تكليف. ايه اللي يمنع عن ذلك؟ وانت تاخذ كلام المعتزله كانه حجه مسلمه يعني انت ليه تلهج بكلامهم دون ان تفهمه؟ لان بعض اهل السنه مال لذلك الدين. ما هم معتزله هو. معتزله سرى اليهم ذلك من كثره دروسهم او من كثره دراستهم لكلام المعتزله، فكانه يعني ايه تاثروا بها. الرازي نفسه في حاجات سرت اليهم من الفلاسفه. نعم. قوله بمثل هذا أي أحيانا يعني الواحد يلقى عبارات مسلمة لكن ملهاش أصل. يعني تلقى كلام كده كأنه قواعد كده. تبحث ما تلقاهوش، امبارح كان في حاجة ما فاكرهاش كده. كله بيقولها لكن أدور على فين مستندها؟ مش لاقي. قوله بمثل هذا أي بمثل قول بعض السلف عليكم بدين العجائب. والمراد المماثلة من حيث المعنى لله. في عبارة مشهورة جدا الدين المعاملة. والناس كلها تقرأها حديث، هذا مش حديث. ليس الحديث وليس القاعدة حتى في برنامج جلسات القرآن. برنامج مع كذا الدين المعاملة. فكأنه القرآن هو ليست لا حديث. كثير حاجات يعني ايه؟ بنبنيها في الجنة لا تكليف فيها. ونسلم بكده. يدل على ان الجنه فيها تكليف، ان سيدنا ادم نهي عن الاكل من الشجر، فكيف يكون الجنه لا تكليف فيها؟ ما هو في اقسام في التكليف، هل المندوب هل اثنين او اربع. قوله بمثل هذا اي بمثل قول بعض السلف عليكم بدين العجائب. يعني سيدنا عمر رد بمثل هذا الجواب. والمراد مماثله حيث المعنى لله، لان عمر قال عليكم بدين الصبي والاعرابي ولم يقل عليكم بدين العجائب. يعني كيف يقول بمثل هذا؟ هل سيدنا عمر قال له عارف لو قال له نفس العبارة عليكم بدين العجائز لقال لا لأجاب أو إتيان عمر بهذا بنفسه وليس بإيه بمثله. يبقى بمثله يعني في المعنى لا في إيه لا في اللفظ. قوله فكأنه قال فهو آمر بما تمسك به السلف على وجه النظر لا على وجه التقليد. أي أن نتمسك بدين العجائز بما كان بما استقر عليه الأمر عند السلف على وجه النظر لا على وجه التقليد. قوله بل نقول نقول هذه الألفاظ إضراب انتقالي، وفيه أن ما قبل بل من أن المراد بالأمر بالتمسك بما عليه السلف لا الأمر بالتقليد، يستفاد منه أن هذه الألفاظ حجة عليه لا له لا له، فما قبلها عين ما بعدها وهذا لا يصح. ويجاب لأن قبله بل نقول أي صراحة بخلاف ما قبل بل، فإنه يعلم منه ضمنا أنه حجة عليه. يعني عاوز أقول لك إيه الفرق بين ما قبل بل وما بعدها، مع أنه ما بعدها هو عين ما قبلها. يقول لك لا عاوز أقول لك يعني قالوا الأول ضمنا وبعدين قال بل يعني صرح. الجاي ما فيش ايه ما فيش حاجه، الاول كان كلام ضمني وهنا صرح به. قوله وحذر من النظر لانه يرى انه مرجوح. قوله
هي في الحقيقة مقول القول. وحذر من النظر، يعني ايه؟ هو بيقول لك اغتر بها الالفاظ من مال لي عليكم بدين العجائز والصبي والاعرابي. قالها ايه؟ من اغتر بصحة التقليد وحذر، حذر من التحذير من النظر في التوحيد. طب ليه؟ لانه يراه ارجح، يرى التقليد احسن، فيحذر من الايه؟ من المرجوح. يبقى هنا حذر من النظر لانه يرى انه ايه؟ مرجوح. فبين الراجح التقليد. التقليد قوله هو في الحقيقة مقول القول، وقوله حجة عليه أي بعد التأويل الذي قلناه، وإلا فهي بحسب ظاهرها حجة له. بالك من كلام العلماء بيقول لك ايه؟ قوله حجة عليه، حجة عليه ده هو بيحتج به، بس قال لك ده حجة عليه بعد هذا البيان وبعد هذا الإصلاح وبعد هذا التأويل وبعد هذا التوجيه. إنما لو قدنا بظاهر العبارة فحتكون حجة له، ولذلك دائما يحتجون علينا، ولكن قليل من الدارسين من يفهم تأويل العبارة فيرد احتجاجه فيجعله عليه لا له. لكن الآن اللي بيحصل نسكت ما نعرفش نجرب. فأنت أصلا معتقد بطلان كلامه، لكن ما عندكش القدرة على بيان فساده، فيغتر العامة ويظنون أنه هو الذي على الحق وأنك أنت على باطل. زي بالضبط ما يجيبوا مثلا في التلفزيون قضايا في التصوف مهمة، ويجيبوا واحد مثلا محاسب ولا واحد مهندس أو واحد من المنتسبين للصوفية، ويجيبوه عشان يرد على كلام واحد سلفي قح من المشككين والمتنطعين، ويكون الرد بتاع المهندس الزراعي ده ضعيف مش لا يقوى على، فيظهر امام الناس ان الرجل السلفي ده هو اللي صح، والرجل الصوفي ده مخرف ومبتدع وجاهل، وهذا هو المقصود اعلاميا بالحلقه، هو ده المقصود توصيل هذه الرساله، انه الناس دي غوغاء وجهلة ما عندهمش ادلة ولا عندهمش شيء، بل ايه؟ ينساقون. والرجل ده بيشكك وعلى باطل ايضا، السلف ده وجاهل لكن باللسان وبالكلام اللي حافظه، وحافظ بس لكن فهم ما فيش، والتاني ما عندوش قوة في الرجل، هو عاوز يوصل لك، يعني مش عاوز يوصل لك انه السلفية اللي صح والصوفية اللي خطأ، عاوز يقول لك الاثنين ما يعرفوش حاجة، يعني خليك تنفر منهما. شوف التاني متجحم وغليظ وكلامه وحش ويدب حجارة تكره منظره، والتاني ضعيف فتقول له ده صح، انا شفت حاجة تانية، خليني مع العلمانية، خليني مع الليبرالية، مع حاجة تانية بعيد عن الجاهل ده كله. وهو عاوز ايه؟ يضرب الاثنين مع بعض، يقول لك يضرب عصفورين بحجر واحد او بجزمة واحدة. يلا قوله عاوز كده، لان علماء السنه فيه ان هو انا تسمع البرنامج في طب، يعني في الاخر لما تسمع كثير، اسمع كثير جدا في قناه ال مش عارف اسمها كده، عاوز يعمل ايه هو؟ خد بالك، مش عاوز الاول افهم انه عاوز ينصر ده على ده، لكن في الاخر تطلع النتيجه صفر صفر، لا غالب ولا مغلوب، يعني لم يظهر لك الحجه القطعيه مع احدهما، لأن الرسالة المقصودة إبطال حجتهما معا ورفضهما معا والتنصل من الدين بالكلية، لا تأييد واحد. خد بالك ما بيجيش في أي حلقة أنه في الآخر والله ده أو الثاني يعتذر أو اعترف بخطأ، كان المقصود من المناظرات كده في الصدر الإسلامي أن واحد يظهر معه الصواب والثاني يظهر خطأه، فالناس تحذر منه. لو كانوا يريدون خدمة الإعلام، لو كان عاوز خدمة الإسلام حقيقة يعمل كده، لما يبان انه ده غلطان وأدلة تبشينك وما يعرفش حاجة خلاص حتنتهي صفحته، انه بيروح يجيبوه في قناة ثانية ويجيبوه وبيه المقصود ضرب الدين نفسه، سواء بيمثل صوفي بيمثل سلفي بيمثل كذا.
قوله لأن علماء السنة فيه أن هذا ينتج أنه حجة له لا عليه، حيث قال وزادوا إلى آخره، فإنه يقتضي أنه كان قبل أن يحصوه خاليا من البراهين. قوله لأن علماء السنة رضي الله تعالى عنهم إنما ألفوا في علم التوحيد ليبينوا للناس ما كان عليه السلف الصالح. نعم. كده فيه أن هذا ينتج أنه حجة له لا عليه، حيث قال وزاد فإنه يقتضي أنه كان قبل أن يحصنوه خاليا قبل أن يحصنوه خاليا من البراهين، فيكون تقليدا إيه مقتضاه أن السلف كانوا يعتقدون على وجه التقليد، وحينئذ فهو حجة للقائل بصحة التقليد لا حجة عليه كما قلنا أولا. ويجاب عن المراد بدين العجائز الذي كان عليه السلف الصالح الدين الخالص. شوف كده، ما المراد بدين العجائز؟ التشبيه لا، الدين الخالص والمعرفة الصافية من الشبه، من الشبه في الاعتقاد أي الجاز، من الشبه أي الاعتقاد جازم عن دليل إجمالي مركوز في نفوسهم، والذي زادهم مضار إنما هي براهين تفصيلية على طريقة المناطقة صونا لها عن الشبه. حينئذ فالمأمور به المعرفة لا التقليد، فصار هذا المستدل يستدل على الاكتفاء بالتقليد وعدم وجوب المعرفة بالأمر بالمعرفة، ولا يخفى أن الأمر بالمعرفة حجة عليه لا. جميل. قوله حصنوه أي ما عليه السلف. قوله العقلية وصف كاشف. قوله إلى ضرورة أي مقدمات ضرورية، أي يحكم العقل بضروريتها. قوله بحيث يخرج أي لانتهائها للضرورة، وهذه الحيثية لازمة لما قبلها، وحيث خرج عن ديوان العقلاء فلا يلتفت لدعواه. هذا يقول لك بحيث يخرج من أنكرها من ديوان العقلاء إن كده فلا يلتفت لدعواه. قوله ديوان العقلاء، الديوان الدفتر الذي تضبط فيه الأشياء، فشبه العقلاء بتلك الأشياء، وإثبات الديوان تخييل، فالعقلاء كأنهم مكتوبون في دفتر، ومن أنكر تلك البراهين محي من ذلك الدفتر لكونه صار غير عاقل. قوله حتى في مسألة نتكلم فيها في معنى العقل، كان القرآن الزركش بيقولوا إيه العقل، يعني معرفة أقسام الحكم، العقل الواجب والمستحيل، فمعرفتها هي العقل. واحد مثلا لو أن إنسان أوصى بثلث ماله للعقلاء، فيكون مين هم العقلاء؟ يعرف الواجب والجائز، ومن لا يعرف هذه الأقسام فليس من العقلاء، كان يجي يوزعها في الأزهر الشريفين. قوله فيما أي بالعقائد التي تقبل الأدلة فيها، فالصلة جرت على غير من هي له، فكان عليه الإبراز بأن يقول تقبل هي. والعقائد المذكورة هي السمع والبصر والكلام ومعنوياتها وأحوال الآخرة. أو معنوياتها يعني كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، وأحوال الآخرة قول فهم جعلوا إضافة حرز بيانية كده. نعم، فهم جعلوا إضافة حرز بيانية، وهو بمعنى محروز. وقوله أسوارا أي أدلة، ففيه استعارة مصرحة. والجامع الصوم من الخلل، حينئذ فقوله راجع في المعنى لقوله بأن حصنوا، فلو حذفه لكان أحسن لخلو الكلام من التكرار، ويكون قوله لما قدمت إلى آخر ظرفا لحصنوا. قوله دين الإسلام أي دين أهله، والمراد بالدين النسب التامة الاعتقادية، والمراد بالإسلام الانقياد. نعم. قوله لما أي حين، قوله قدمت قدمت أي ظهرت،
قوله جيوش المبتدعة أي الجماعات الكثيرة منهم، قوله كثرة أي لكثرة أفرادها ومن جهة كثرتها فهو نصب على نزع القابض أو تمييز، قوله استلاب أي اختطاف، قوله وإبداله بجهالات تفسير لقوله استلاب، والمراد بالجهالات المعتقدات الفاسدة كإبدال الله يرى بقولهم الله لا يرى. قوله يهلك من اتبعها المراد بالهلاك ما يشمل العذاب وإن لم يكن دائما، فإن معتقد المعتزلة فيه عذاب غير دائم. بس كده حلقه اللي ثم لما أتت المعتزلة المبتدعة هنا أول الصف. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى لا كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وقفل عن ذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ولله كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وبداية كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافل.